هي هي الراقم متطلبات تشريعيه وقوانين لغرض استمرار هذا المسار. فاحنا كوزاره التعليم العالي والبحث العلمي مستمره بهذا الموضوع، ولكن بعدها الرؤيه غير واضحه لديهم يعني على هذا المسار ومتطلباته. نحن كجامعه ان شاء الله عندنا نيه من اعتبارها من العام القادم ان شاء الله انه نبدي بتطبيق هذا المسار. وانا تناقشت مع الدكتور زيرك مشكورا على اعتبار هم قاطعين شوط كبير في هذا المجال، وايضا اقترح علي انه نبدي ستيب باي ستيب لتكون البدايه تفاقميه او كبيره بحيث لا نقع باخطاء كثيره. فان شاء الله من خلال هاي اللقاء او خلال هذا اللقاء راح نضع فد اليه للبدء بتثقيف الكوادر بمعنى هذا المسار وتدريبهم لنكون مؤهلين لهذا الموضوع. وايضا موضوع اخر مهم حبينا ايضا نشارككم به موضوع المؤتمرات. احنا عندنا ان شاء الله خلال نوفمبر القادم مؤتمر بالتخصصات الطبيه، ويسعدنا انكم تكونون احد الداعمين والمشاركين معنا بهذا الموضوع، لانه راح يكون ايضا مشترك بين الجامعات التقنيه من ضمنها جامعه الفرات الاوسط وايضا جامعة أربيل التقنية وجامعة سينمائية التقنية، وأيضا مثل ما تفضل أنتم أقرب إلنا يعني دكتور عدنان من حيث البداية العمل، وأيضا كنتوا شاركنا معاكم في مؤتمرات، وأيضا أول جامعة وقعنا معاكم مذكرة تفاهم. فيسعدنا إن شاء الله أنه تكونون أحد الداعمين معنا في المؤتمر. وسبب الزيارة الأخرى أنه هي إقامة مؤتمر هندسي للتخصصات الهندسية، تحديدا حبينا نشارككم به لطلبة الدراسات العليا، يعني نركز على طلبة الدراسات العليا. حاليا اكو توجه من الوزارة، أحد الشروط اللي شمال متطلبات الماجستير أنه طالب الدراسات العليا يتعلم بنشر ضمن المستوعبات الرصينة. فان شاء الله ايضا لدينا خطه خلال هذا الاجتماع انه نضع معاكم بين الطرفين، نطلع بنتائج وتوصيات نبدا بتفعيلها على ارض الواقع. بارك الله فيكم. انه التبادل العلمي بين الطرفين في مجال الدراسات العليا، في مجال الاشراف، في مجال المناقشات العلميه بقرب المسافه بين المحافظتين. فنتمنى انه احنا ان شاء الله بالنسبه لنا راح نزودكم بقاعده بيانات بالنسبه للاساتذه حمله الالقاب العلميه العاليه وايضا التخصصات حتى يعني